الخبير التحكيمي عشان يقول لنا مبدئيا رؤيته لهذه المباراة والأخطاء التحكيمية اللي كانت فيها، وهل فيها أخطاء ترتقي للقب عوار تحكيمي ولا لا. كابتن ناصر صباح الفل على حضرتك، وأهلا بيك معانا في 10 الصبح في الأهلي. طبعا خير على حضرتك كابتن كريم، وتحياتي لحضرتك وتحياتي للاستاذ نهاوند، وتحياتي لكل الجماهير والمشاهدين والمتابعين لقناه النادي الاهلي. اهلا بيك يا فندم. احنا بنفتح مع حضرتك ملف ما نقدرش نقول عليه جديد باي حال من الاحوال، لان اكيد حضرتك طبعا يعني سيد العارفين واكيد متابع كويس جدا ان مساله الاخطاء التحكيميه كانت يعني سبب في عرقله مسيره النادي الاهلي بلا داعي وبلا حق في كتير من الاحيان. بس احنا هنتكلم مع حضرتك النهارده تحديدا عن ماتش الاهلي والمصري ورؤيتك انت بقى للاخطاء التحكيميه اللي كانت في هذه المباراه. تمام كابتن كريم، خلينا الاول اقول لك على حاجه مهمه جدا. اتفضل. ودي مفاجاه، ان قناه النادي الاهلي وانا بتكلم الكلام ده بدون مجامله، ان هي كانت داعمه وسانده للخبير الاجنبي كلاتنبرج. احنا في البدايه احنا قلنا احنا نقف مع الراجل، هي تجربه يعني تجربه كويسه، وكانت دايما بتقف مع الراجل وتسانده عشان ما نشوفش الاخطاء التحكيميه اللي حصلت في الموسمين اللي فاتوا. طبعا ودي حقيقه، وفي كل برنامج وكل برامج الاهلي بتقول الكلام دوت. النهارده هقول لك على مفاجاه كبيره جدا، ان اخطاء حكام الفار النهارده كابتن كريم في مباراه النادي الاهلي بقت اكبر من اخطاء الحكام. انت متخيل ان اخطاء حكام الفار اللي هو المفترض ان الفار ده اتعمل عشان يساعد الحكام في اتخاذ القرارات الصحيحه في ميدان اللعب، بقت اصبحت النهارده اخطاء حكام الفار اكتر من اخطاء الحكام.